توفيت أمال بوشارك البطلة في رياضة الكاراتيه بمستشفى ابن سيناء بعد حادث الحريق الذي تعرضت له من طرف مجهولين عندما قاموا بإضرام النار ببيتهم في ظروف غامضة. الحريق خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 52 عاما بعد اختناقها، وإصابة ثلاثة فتيات تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي بابن سينا. وفاة آمال جاءت بعد أيام فقط من وفاة أختها الصغرى أنوار عشية عيد الأضحى المبارك بعد دخولها في غيبوبة، لتبقى الأخت الثالثة في العناية المركزة بمصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية.